مساء النور احبائي، كي درتو بخير؟ الشمس شاتني في عيني. كي درتو واحد الاطلاله فيت في، جيت لهنايا باش نبدل الباسبور ديالي، نغيرو لان سالا ليه التاريخ ديالو وما كاين ما حسن هنا. بغيت نوريكم واحد المنظر نتقاسم معاكم كاع اللي كيعجبني انا وكيجيني جميل في عينيا، كنبغي نتقاسمو مع عائلتي. غادي نوريكم ان شاء الله على ميري ديالنا ديال مواسي، فيها واحد المنظر هائل، واحد شغا نقول لكم، واحد الطبيعه ما شاء الله عليها. هذه لافيل مواسي كلها طبيعه. تبغى تشوف هانتوما تقويز القهوه ديالي، دفعت ديجا الباسبور ديالي ايتو ان شاء الله عطاو ليدي رجعوا لي الباسبور ديالي حيت باقي فيه واحد شهرين. سايتي فيت في الحمد لله، الامور داس على خير، حتى يوجد ليا ديالي عاد عيطو. المهم نوريكم، شوفوا ما شاء الله انا جالسه تحت واحد الشجره من الله. فوالا شوفوا ما شاء الله، كاين جارديني لهي راه كيبان بعيد، كيصور بالشرطه. وعلى منظر انا غنزوم لكم على المنظر، كل هذه الامريك كل حاجه. هذا هو البيرو فاش طلعت، يعني كبيره البخل، ما كاينش يمكن لي نصور لكم البخل. المهم هذا المكان، وكنقول لكم امسيه سعيده، كنتقاسم معكم كل من هو جميل، وكتعرفوني مع الطبيعة ومع المديتاسيون. ما كنكرهش الواحد انا يعني التأمل في المكان، مشي كنجي كنجلس كنتمشى وشوية كندير تأمل، لقيت عليها الراحة النفسية ما شاء الله. ايوا هادشي اللي كنتقاسم معكم، وامسية سعيدة، الى اللقاء ان شاء الله. باي باي عليكم.